اهلا بكم، مع مهند من بن حموده للسيارات. شوفوا مفتاح السياره اللي معايا. السياره اللي اكتشفناها اليوم في بن حموده للسيارات هامر اي في بيك اب. تعالوا نلقي نظره عليها من الداخل. شكل الدواسات شكل السبيكرز بوس سبوفر الأرضية رابر. طبعا فتحات السقف دي متحركة أو بتنشال أصلا، نفس نظام الكورفيت. هامر اي في جميل ما شاء الله. كيف كمل؟ ده شكل الإطارات وقياس الإطارات 605/70/18. عليها سوبر كروز كنترول كمان. طبعا الرادارات الأمامية، نقاط العمي على المرايات، التشغيل عن بعد، الواي فاي، الإنترنت، تنبيه الحارات. ليف لوكس سكرين سيت كاميرا الخمسة بشكل كبير مودز شايفين التشارج هنا، كمية الباور اللي في الباتري هتمشيها 500 كيلو 502 حسب كمية الباور. طبعا هي أقل من 100% على أي حال. كل دي مودز أو أوضاع للاستخدامات. ده الريجنريتيف باتري بادل، يعني تضغط عليه عشان ياخد الباور يركبها تاني في البطارية. طب يلا ممتاز حلو، شكرا هامر.